هذه المرة نتحدث في حديث آخر في موضوع واقع الإعلام العماني ضمن مشروعات البحوث الاستراتيجية من خلال إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن فتح باب التسجيل في برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية بقطاع الإعلام عبر بوابة عمان البحثية. طبعا هذا يأتي ضمن الأولوية البحثية فيما يتعلق بالإعلام العماني كإعلام مهني معزز للوعي المجتمعي وأيضا مساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. للحديث حول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الاتصال الأستاذة بلقيس بنت سعود الهنائية رئيسة قسم البرامج الاستراتيجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أستاذة بلقيس صباح الخير. صباح الخير أستاذ خالد وصباح الخير للمستمعين على إذاعة سلطنة عمان. حياك الله. يا مرحبا. بداية خلينا نفصل كذا مصطلح مهم جدا بعدها نتحدث بتفاصيل حول هذا الموضوع عن المصطلح الخاص بالبرنامج البحوث الاستراتيجية. نعم برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية وطبعا برنامج وطني موجه للقطاع الحكومي. هذا البرنامج يعتمد على التوجهات الاستراتيجية المحلية ويركز دائما على الأولويات والمشاكل البحثية الوطنية في شتى المجالات. طبعا ممكن نحن نركز على مثلا المجالات الصحية، المجالات الإعلامية، المجالات الزراعية والثقافية والسياحية والإعلامية وغيرها من المجالات التي تخدم الوطن والمواطن. طبعا البرنامج له شروط وله أهداف أساسية. من أهم أهداف البرنامج طبعا هو طرح الأولويات الوطنية لإيجاد والإيجاد حلول علمية وتطبيقية لها، أيضا تعزيز التميز البحثي في السلطنة وبناء القدرات الوطنية في مجال البحوث والابتكار. أيضا هنالك تعزيز، من أهم الأهداف البرنامج هو تعزيز التعاون ما بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص. وأيضا هنالك الهدف الرئيسي ممكن رفع توصيات لإيجاد أو تحديث السياسات والتشريعات والإجراءات المعمول فيها بالقطاع الحكومي ومحاولة رفع كفاءتها، أيضا بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة. طبعا البرنامج كما قلت هو موجه للقطاع الحكومي والباحثين من مختلف الجهات الحكومية أو الأكاديمية أو البحثية أو التعليمية بإمكانهم التقدم على هذه الأولويات بمقترحات بحثية تخدم هذه الأولويات وتحاول إيجاد حلول لها. نعم ذكرتي مختلف القطاعات أستاذة بلقيس، ولكن تركيز هذه المرة على القطاع الإعلامي واختيار واقع الإعلام العماني ضمن مشروعات البحوث الاستراتيجية، ما هو السبب في هذا الاختيار؟ نعم هو هذه السنة وهي الدورة الثانية من البرنامج تم التركيز على تقريبا 5 قطاعات مهمة في السلطنة. طبعا أعلننا عن أولويات في القطاع الصحي، أيضا أعلننا عن أولويات في القطاع الزراعي والمائي والسمكي، أعلننا عن قطاع في هيئة البيئة قصدي في المواضيع البيئية بالتعاون مع هيئة البيئة، أيضا هنالك إعلان مع وزارة التراث والسياحة في القطاع السياحي وإعلان مع وزارة الإعلام في القطاع الإعلامي. فالإعلام هو جزء من قطاعات متعددة تم الإعلان عنها. طبعا في القطاع الإعلامي تم التركيز على أولويتين، والأولويات تم اختيارها من قبل لجنة إدارة برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية في وزارة الإعلام. فاللجنة ارتأت باختيار أولويتين بحثيتين وتم التشاور مع قسم البرامج الاستراتيجية والموافقة عليها والإعلان عنها. إيش هي الأولويات أستاذة بلقيس؟ نعم تفضل. نعم وأهم طبعا الأولويات اللي تم الإعلان عنها في القطاع الإعلامي هي واقع الإعلام العماني كإعلام مهني معزز للوعي المجتمعي ومساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن أهم محاور هذه الأولوية التي يمكن للباحثين التقدم عليها هي دراسة واقع الإعلام العماني، أيضا هل هنالك مساهمة للإعلام العماني في تعزيز الوعي المجتمعي والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أيضا ما هي المهارات اللازمة أو الأساسية للعاملين في قطاع الإعلامي وما هي أوجه التمكين للإعلام العماني. طبعا الباحث من مختلف الجهات كما قلت الحكومية والبحثية بإمكانه التقدم على هذه الأولوية والتركيز على أي محور بحثي من المحاور المذكورة. طبعا هنالك أولوية أخرى اللي هي أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الهوية والثقافة الوطنية للمجتمع لدى الجمهور العماني. من أهم محاورها هو خصائص ومزايا مواقع التواصل الاجتماعي وتقنياتها الحديثة،
أيضا ما هي محددات الهوية العمانية وعناصرها وقيمها، استخدامات الجمهور العماني لمواقع التواصل الاجتماعي والإشباعات المتحققة منه. أيضا هنالك محور أساسي ممكن هو التأثير السلبي والإيجابي لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على سلوكيات الجمهور العماني. نعم، إذا هاتين الأولويتين سوف تكون في التوجيه الأخير بالنسبة للأولويات البحثية في القطاع اللي اخترته وهو قطاع الإعلام العماني أستاذ بلقيس. طيب نتحدث عن يعني أنتم معكم بوابة عمان البحثية، كيف بإمكان اللي يريدون أنهم يسجلوا في 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 هذا يعني في هذه البحوث أو في هذا البرنامج، برنامج البحوث الاستراتيجية من خلال بوابة عمان البحثية؟ نعم طبعا تم إدراج هذه الأولويتين البحثيتين لوزارة الإعلام في موقع عمان البحثي وما يسمى منصة إدارة المشاريع البحثية اللي هي نستخدمها رم. نعم. الإعلان تم وتحديد الأولويات أيضا تم، فما على الباحث إلا أنه يدخل إلى المنصة ويفهم أكثر عن ماهية الأولوية البحثية وماهية المحاور البحثية، ثم التقدم بالمقترح البحثي على هذه الأولويات، يختار الأولوية اللي هو ينوي الدراسة عليها. مثلا نضرب مثال على أنه الباحث مثلا اختار واقع الإعلام العماني، فيدخل على أولوية واقع الإعلام العماني ويختار يعني إدخال مقترح بحثي يناقش هذه الأولوية ويحاول إيجاد حلول لها. طبعا المقترحات البحثية راح تقيم إن شاء الله في على المنصة. يعني عندنا نوعين من التقييم، اللي هو تقييم التميز البحثي وتقييم الارتباط بالتحديات البحثية. كل التقييمين إن شاء الله سيكون يعني على منصة عمان البحثية، بعدها سيتم الإعلان عن المشاريع أو المقترحات البحثية التي فازت بالتمويل، ومن بعدها يبدأ الباحث بالعمل على أولوياته البحثية على مقترحه البحثي. طبعا بعد الانتهاء أو متابعة المقترح البحثي سيتم تسليم مقترح، يعني سيتم تسليم التقرير المرحلي والنهائي على كل مشروع، وبعدها وزارة الإعلام إن شاء الله ستأخذ مثلا بالمقترحات أو المخرجات المتوقعة من المشاريع البحثية لمحاولة مثلا إيجاد حلول أو لتعزيز مثلا واقع الإعلام العماني كإعلام مهني ومعزز للوعي المجتمعي. نعم، ذكرت هذه الإدارة للبحوث المشاركة من خلال المراجعة والاعتماد من قبلكم في وزارة التعليم العالي. طيب تسجيل إلى متى متاح لمن أراد أن يسجل في بوابة عمان البحثية أستاذ بلقيس؟ نعم، التسجيل متاح إلى تاريخ 30 مارس إن شاء الله بإذن الله تعالى. وطبعا كما قلت لك المقترحات البحثية بإمكان الباحثين من مختلف المؤسسات الحكومية والبحثية والأكاديمية التقدم لها. طبعا من شروط، من أهم شروط التقدم للمقترحات البحثية هو أنه يجب أن تقتصر المقترحات البحثية على الأولويات والمحاور البحثية المطروحة والمذكورة مسبقا. أيضا يشترط أن يكون الباحث الرئيس ونائب الباحث الرئيس من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وأن يجب أن لا يكون للباحث الرئيس ومساعد الباحث الرئيس أي مشاريع ممولة في السابق وغير مستكملة أو منتهية من وزارة التعليم العالي. نعم، كل التوفيق إن شاء الله لمن أراد أن يسجل عبر بوابة عمان البحثية في برنامج البحوث الاستراتيجية. واخترت أيضا قطاع الإعلام وذكرت الأولويات البحثية من خلال هذه البوابة بإمكانهم أنهم يسجلوا. وأيضا كل التوفيق لكم أنتم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مراجعات واعتماد وأيضا كل الأمور المتعلقة بعملية التسجيل إلى أيضا الفحص و الاعتماد وأيضا يعني خروج هذه البحوث وأيضا مناقشتها في 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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وأيضا القائمين على برنامج البحوث الاستراتيجية. شكرا لك أستاذة بلقيس، بارك الله فيك. شكرا أستاذ خالد، أحسنت. إذن كانت معنا الأستاذة بلقيس بنت سعود الهنائية، رئيسة قسم البرامج الاستراتيجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وحدثتنا عن واقع الإعلام العماني الذي يأتي ضمن مشروعات البحوث الاستراتيجية.